احتفلت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في بيت لحم بعيد الميلاد المجيد، وترأس غبطة البطريرك نورهان مانوقيان بطريرك الكنيسة الأرمنية في القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، بمشاركة رسمية ودينية وشعبية واسعة من أبناء الكنيسة الأرمنية في فلسطين وخارجها. المزيد عن هذا الاحتفال في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. احتفلت مدينة بيت لحم بعيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية، فاستقبلت المدينة موكب غبطة بطريرك الأرمني الأرثوذكس في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوقيان باستقبال رسمي في شوارع المدينة انطلاقا من القدس وصولا إلى ساحة كنيسة المهد. تقدم الموكب مجموعات كشفية أرمنية من القدس، حيث كان بالاستقبال حسب البروتوكول المتبع محافظ بيت لحم كامل حميد ووزيرة السياحة والأثار رولا معايعة ورئيس اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان والأجهزة الأمنية، وبحضور عدد كبير من الكهنة ووفود من مغتربي الجالية الأرمنية وأهالي المدينة. وعلى أصوات الترانيم الأرمنية تم الاستقبال بدير الأرمن، حيث تم تقديم التهاني لغبطة البطريرك وإلقاء بعض الكلمات بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية، والتقاط الصور التذكارية وتقديم الضيافة في قاعة الأرمن. كل عام وانتم سالمين للشعب الأردني العزيز وملكنا العزيز الحبيب، نتمنى أحسن أيام والسلام والشعب الأردني المحبوب. كل عام وانتم سالمين. بهالعيد أنا ببارك المجموع وبقول كل عام أنتم بخير، ربنا جاب سلام، مسيح جاب سلام على الأرض، هو النور هو السلام هو المحبة، ونحن لازم نحب بعض ونعطي إيد في إيد ونشتغل كلنا مع بعض، وكيف ما بالإنجيل بتقول المجد الله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. كل عام أنتم بخير. نحن جايين كلنا الأرمن هون مشان نعيد الخلق ليسوع المسيح، جايين على القدس إن شاء الله بينعاد عليكم وعلينا. جينا هون 30 شخص من ديترويت لحتى نعيد بعيد الميلاد، حبب عيد كل العالم بهالعيد، إن شاء الله ينعاد على الجميع. كريستوس زنافيا فهيد نتاف تزي مزي ميزا فيديس. الأعياد جميلة وهي أعياد وطنية وهي فرحة للشعب ورسالة للعالم إنه إحنا الشعب الفلسطيني يحتفل بأعياد الميلاد الثلاثة، أعياد وطنية بشارك فيها كل النسيج الوطني الفلسطيني، وهي يعني بنقول للعالم ها هي فلسطين، هذا الشعب اللي من حقه يقرر مصيره ويحمي مقدساته الإسلامية والمسيحية حتى إقامة دولتنا وعاصمتها مدينة القدس. هذا هو يعتبر العيد الأخير من أعياد الميلاد حسب الطقوس المسيحية، تبدأ بالفرنسيسكان ثم الروم الأرثوذكس والآن الأرمن الأرثوذكس التي تتوازى مع عيد الغطاس عند الروم الأرثوذكس، وهذا كله يعني أيام احتفالية تاريخية الشعب الفلسطيني احترمها وقدرها، وبدليل أنه كان الرئيس عرفات والآن الرئيس أبو مازن راح يحضر إلى بيت لحم للمشاركة في الاستقبال تبع البطرك، ومن ثم سيغادر لأنه لن يتمكن من حضور قداس منتصف الليل. وإن شاء الله هذا الأهم من كل ما تحدثنا به، أن تعاد على شعبنا الفلسطيني هذه الأعياد أن يكون وضعه أحسن من هذا الوضع، وأن ترجع الوحدة إليه ويقهر كل المؤامرات المحاكاة ضده دوليا وغير دوليا.
للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.